الإعلان عن عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة جديدة للمعلمين كان الحدث الأبرز اليوم منذ انتهاء أزمة المعلمين في منتصف آذار من هذا العام. ممثلون عن المعلمين أعلنوا عن أن المؤتمر التأسيسي لنقابة المعلمين الجديدة سيقر النظام الداخلي وملاحقه وينتخب مجلس النقابة المؤقت. نحن اليوم طبعا عقدنا المؤتمر التأسيسي لنقابة المعلمين الفلسطينيين، والذي هو ثمرة من ثمرات جهود حراك المعلمين الموحد. بدأ به الحراك من بعد خطاب السيد الرئيس، والذي تم بموجبه إنهاء إضراب المعلمين نتيجة لحاجة المعلمين وحقهم بوجود جسم نقابي يمثلهم تمثيلا حقيقيا منتخبا وحرا ونزيها. ويعزي القائمون على هذه النقابة سبب تأسيسها برفض اتحاد المعلمين لإصلاح نظامه الداخلي لتحقيق احتياجات المعلمين، معتبرين أن للمعلمين الحق في الانتخابات والترشح دون شرط، وألا يكون هذا الجسم تابعا لأي جهة سوى المعلمين أنفسهم. أعلن عن النقابة الجديدة بظل أن ما بنقدر نخوض انتخابات حرة ونزيهة في الاتحاد. توجهنا قبل إعلان النقابة للاتحاد لمحاولة إصلاح النظام الداخلي تبعه، قوبلنا بالرفض التام، وبالتالي إحنا معلمين تقريبا 45 ألف معلم بالضفة، عندنا احتياجاتنا، إحنا بنعيش حياة كتير صعبة، إحنا أبنائنا ما بيعيشوا زي بقية الدولة، زي بقية أعضاء الدولة. النقابة غير محتوى من قبل أي مؤسسة أو أي حكومة أو أي جهة معينة، النقابة هي من صفوف المعلمين. من ينتخب النقابة هو كل معلم فلسطيني له الحق في الانتخاب، لا يتم التعيين، لا يتم انتقاء شخوص بطرق غير ديمقراطية. خيار النقابة يكون من بين الصفوف، خيار نقي ديمقراطي نزيه. وحسب القائمين على المؤتمر التأسيسي، فإن أكثر من 14 ألف معلم من مختلف مدن الضفة الغربية قد فوضوهم لتشكيل هيئة إدارية للنقابة الجديدة. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.